تعالوا بقى نشوف دلوقتي تقرير حيث وضع السيد اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، وده بمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد. يرافقه السيد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، السيد اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء، والعميد وائل أحمد ممثل قطاع تأمين شمال سيناء، والعميد أسامة غندور سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. نشاهد. في الذكرى 45 لنصر اكتوبر وتحرير سيناء من الاحتلال، السيد الوزير المحافظ محمد عبد الفضيل شوشه يضع اكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بحضور عدد كبير من اهل سيناء والقيادات التنفيذيه والشعبيه. لو احنا على مستوى الجمهوريه خصصنا كده اذا جاز التعبير جايزه لانه مواطن لمحافظات مصر عانى وما زال يعاني حتى الان، إن شاء الله هيكون المواطن السيناوي هو الفائز بهذه الجائزة، لأنه بيعاني وعنده إصرار على أنه يوصل للهدف بتاعه اللي هو الهدف الأسمى اللي البلد عايزة توصل. في هذه الذكرى لابد أن نحيي شهداء الوطن من القوات المسلحة ومن الجيش ومن الشرطة ومن الأهالي المدنيين الذين ساهموا إسهام لا يعادل أي إجراءات أمنية إلا أنهم أساعدوا في انتصارنا في أكتوبر. ولا أنسى أبناء سيناء على وجه الخصوص اللي كانوا الحائط المنيع ومبعث الفخر لرجال القوات المسلحة والمخابرات في إمدادها بكافة المعلومات من خلف خطوط العدو. في الذكرى دي بنستلهم من روح أكتوبر العزم والمثابرة والبعد عن الشائعات واحترام القيادات وتقدير الذات. كل المعاني الجميلة دي يجب أن نستلهمها النهاردة بعد 45 سنة. أكيد كل المستمعين الكرام نادرا ما يكون حد قد عاش التجربة معانا في 73، فكل اللي بيسمعنا من الجيل الجديد بنقول إن احنا في 73 قهرنا الهزيمة وقهرنا الصعاب وقهرنا الشائعات وقهرنا البعد النفسي والبعد الاجتماعي اللي كان بتمر بيه مصر. تحية إلى شعب سيناء، تحية إلى كل من ساهم وشارك في انتصار أكتوبر، وأيضا من يشارك اليوم في محاربة الإرهاب والقضاء عليه بإذن الله، وإن شاء الله إعلان الانتصار وانفراجة النصر القريب بإذن الله. نصر أكتوبر نصر الكرامة والعزة، نصر الشرف لشعب مصر كلها ولجنود مصر. تحية لكل مناضل، لكل دم سالت على أرض سيناء الطاهرة. تحية لكل روح راحت فداء الأرض. بقول كل سنة ومصر وشبابها ورجالها وشرطتها وجيشها بخير، وإن شاء الله بكرة أحسن، وإحنا إن شاء الله أحسن وفي تقدم الحمد لله. تحية لأرواح أبطالنا شهداء في حرب أكتوبر وشهداء العملية الشاملة 2018 سيناء، وإن شاء الله نحتفل قريبا بخلو سيناء من الإرهاب. وتحيا مصر. النهاردة يوم النصر لمصر، النهاردة يوم الفرحة، النهاردة يوم السعادة، يوم الانطلاقة للبناء من محافظة شمال سيناء. بنهني الشعب المصري وبنقول إحنا في شمال سيناء النهاردة يوم سعيد لينا. ليه؟ لأن النهاردة انطلاقة الخير على رئيسنا السيد عبد الفتاح السيسي والمحافظين الكرام والمعالي الوزير محمد عبد الفضيل شوشة اللي بنهنيه، وبنهني شعب سيناء بعيد تحرير سيناء، وكل سنة طيبين. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها. وسيبقى نصر أكتوبر خالدا في قلوبنا جميعا. هو عيد النصر وعيد الفرحة لكل المصريين. شيرين طبراني، شمال سيناء.